يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الراجح في تفسير قول الله سبحانه الذين آمنوا أشد حبا لله؟ هل معناه أشد حبا لله من المشركين لآلهتهم أو من قولان؟ القول الأول والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله، لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين مشتركة. والقول الثاني أن المشركين لا يحبون الله أبداً، وإنما يحبون أصنامهم كما يحبون الله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله، يعني يحبون أصنامهم فقط، محبة تساوي محبة الله، محبة المؤمنين لله عز وجل. نعم.